وسهلا بكل متابعي برنامج سيدتي اليوم. حان الوقت لنقدم لكم فقرة سبوتلايت الأسبوعية ونبدأها بأبرز العناوين. موديلات فساتين زهرة ناعمة موضة ربيع 2019، ألوان مبودرة وقصات شديدة الرقة شكلت معظم فساتين السهرة التي أطلقتها دور الأزياء العالمية ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019. اعتمدي فساتين سهرة ناعمة الفضفاضة حول الخصر مثل تصميم نعيم خان لتخفي البطن البارز. تصدرت فساتين السهرة الناعمة ذات الأكمام المنفوخة مشهد الموضة وابتكرتها ماركات مثل دولشي أند جابانا وباتشي ميشكا. اعتمديها لتزيد عرض كتفيك. تطابق ستايل الأم وابنتها موضة تعشقها الفاشينيستاز. رجت في التسعينات من القرن الماضي موضة تطابق ملابس الشريكان الرجل والمرأة مع بعضهما البعض، وقد شهدت ساحة المشاهير الكثير من اللوكات المماثلة التي طابق فيها المشاهير ملابسهم مع شركائهم، وهي خطوة صرح أغلبهم في وقت لاحق أنهم ندموا عليها وأنها غلطة موضوية لن تتكرر، إلى أنه ثمة صيحة تشهد الكثير من الرواج في الوقت الآني في صفوف الفاشينيستاز. وتتصدر فساتين طقم الأم وابنتها أبرز الإطلالات. مكياج ناعم للمحجبات وطريقة جديدة لتطبيق الجليتر. لكل محجبة ترغب أن يكون مكياجها مميزا في السهرات مع المحافظة على جمالها الطبيعي، ننصحك سيدتي بتطبيق مكياج ناعم مع إضافة لمسة من الجليتر لتمنحك إطلالة جذابة ومميزة. لتطبيق مكياج ناعم للعيون، طبقي أولا أساس باللون اللؤلؤي على الجفن العلوي للعين، وعند الزاوية الخارجية طبقي بواسطة إصبعك ظلال باللون الرمادي. في الزاوية الداخلية للعين طبقي ظلال باللون البيج الفاتح، وفوقه طبقي ظلال باللون الوردي الفاتح. ارسمي خط ايلاينر ابتداء من منتصف الجفن بمحاذاة الرمش العلوي، اما الرمش السفلي للعين فبامكانك تطبيق خط رفيع جدا من ظلال الجليتر الفضي لاضفاء لمسه جذابه على مكياجك. أجمل موديلات أحذية الكاحل موضة 2019. تعتبر أحذية الكاحل من موديلات الأحذية العصرية التي تناسب موسم الخريف والشتاء، فقد برزت بصورة كبيرة في عروض أزياء 2019، وتنوعت أحذية الكاحل بموديلات جذابة ولافتة للأنظار لترضي مختلف الأذواق. غلبت أحذية الكاحل باللون الأسود على التصاميم مثل أحذية جارفين لويبي، وبكعب متوسط برزت أحذية الكاحل السوداء مثل أحذية توري بوش وفيرتاتشي. كما قدمت بعض الماركات حذاء الكحل الأسود الذي يكشف جزء من القدم مثل أحذية ألكسندر ماكوين وأنتوزارا. كما أبدع دار بالمن حذاء الكحل الشفاف متناغم مع الأسود. كل هذا بالإضافة إلى المزيد ستجدونه في موقع الجميلة.